مشاهدينا قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء، وكنت واجد في شوارع العاصمة الاقتصادية. صراحة برد قارس صبيحة يوم الجمعة، الجمعة مباركة على جميع المغاربة وعلى جميع متابعي قناة شوف تيفي. يوم الجمعة البرد وشوارع يعني ممتلئة بالسيارات، كما كتشوفوا معنا اختناق المرور. نحن الآن في رومبوان شيمي كولور، كما تشوفوا معنا شوفوا شحال هي السيارات، سيارات الأجرة، حافلات، واحد البرد، برد قارس، برد البرد محرك بزاف كاع، تكبطو تكبطو تكبطو. صراحة رجال الأمن أحييهم في الصباح الباكر، يعني كيقادو في حركة المرور باش يكون واحد تنظيم وانتظام على مستوى الشوارع الرئيسية لمدينة الدار البيضاء. Thank you.
شوفهم معنا السيارات تبارك الله، حتى غير في روج واحد والغريب في الامر انه ما كاينش واحد احترام ديال قانون السير ولا احترام ديال اشارات المرور، لان كلشي زربان، كلشي بغى يوصل للخدمه، حتى شي واحد ما محترم قانون السير. إذا مشتاق أنا شفتي بغيت نودعكم من المنطقة في بث مباشر آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.